قد المسؤولية جدا. ليه بقول الكلام ده؟ علشان على مدار اليومين اللي فاتوا كان في امتحان حقيقي لأهالي الجيزة الشرفاء المحترمين اللي خرجوا بأعداد كبيرة وهائلة في مشهد غاية في الروعة للمشاركة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب. امبارح بالليل خلاص الجيزاوية قالوا كلمتهم واختاروا بإرادتهم الحرة رجل الصناعة ورجل الاقتصاد الوطني الأستاذ محمد أبو العنين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس اتحاد المستثمرين العرب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كيلوباترا، واللي حقق فوز كاسح ومستحق وفقا للمؤشرات الأولية للنتائج اللي خرجت من اللجان الفرعية. عشان كده عايز أقول وبصوت عالي جدا مليون مبروك مقدما، وإن شاء الله بإذن الله نتمم المباركة ونبارك مجددا بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن النتيجة النهائية. إن شاء الله يا هندو. فعلا كمان عايز أقول فرحة الأهالي بعد إعلان النتائج الأولية كانت مبهرة جدا، وده إن دل على حاجة فهو الحقيقة بيدل على أصالة الشعب المصري اللي ما بينساش، والوقت الجد بنلاقيه فعلا سداد. الشعب المصري الوقت الجد بيبهر العالم بوعي وبحب الوطن والأهل وطن والمخلصين. صورة جميلة جدا مشرفة المشهد ديمقراطي، واللي تابع المشهد امبارح كمان هيحس ان هي مش هيحس ان هي مجرد انتخابات، لا هي كانت ملحمة وطنية مليانة بالحب زي ما احنا شايفين الصور اللي موجودة قدامنا دلوقتي. صور رائعة، فرح واكتساح وفوز رجل الصناعة الوطني ورجل الاقتصاد الوطني الأستاذ محمد أبو العنين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة الجيزة امبارح طبقا للمؤشرات الأولية في كل اللجان الفرعية. خلينا نقول كده انه عمل حالة من البهجة، والصورة بألف كلمة قدامنا هو من اهالي دائرة الجيزة شفناها امبارح، شفنا قد ايه الناس كانت فرحانة من قلوبها، قد ايه الناس كانت بتهتف وبتنادي وبتحتفل وبتغني، والاهم انه من قلبها فعلا. قد ايه كمان كان عندهم، خلينا كده نقول ان هو وعي، وعي من اول لحظة وحرصوا على المشاركة الفعالة، وان هم يعني احنا كنا معاكم على مدار يومين على الهواء مباشرة هنا في صباح البلد وتغطية متواصلة في قناة صدى البلد. شفنا قد ايه من الساعات الاولى للصباح لفتح ابواب اللجان المختلفة كانوا بينزلوا المواطنين اهالي الجيزة الشرفاء من بيوتهم في عز البرد، الأمهات كانوا شايلين أولادهم، الرجالة كانوا واقفين في طوابير، وإن كانت المرأة المصرية دايما بيكون لها حضور طاغي في أي استحقاق انتخابي ديمقراطي. تفتكروا ليه؟ علشان يأدوا واجبهم اتجاه بلدهم، اتجمعوا في طوابير قدام اللجان علشان يختاروا رجل هم عندهم إيمان ويقين برؤيته، واثقين في صدق نواياه. اختاروا رجل هم حاسين أنه هو منهم فعلا، مش غريب عنهم، حاسين انه حاسس بمشاكلهم، وده مهم جدا 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 جدا. كل واحد فيهم نزل بمنتهى الاصرار والعزيمه، اداله صوت علشان متاكد انه هيكون الايد اللي هتخفف وهتساعد وهتطبطب. والاستاذ محمد ابو العنين يعني حتى رغم ان على مدار 9 سنوات ماضيه كان مبتعد عن البرلمان، لكن دايما كان متواجد مع اهالي دائره الجيزه، والله كمان وخارج دائرة الجيزة.